أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم أنها ستوزع الدفعة السابعة من قطاع N10 ضمن القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، متضمنة 115 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى مطلع أكتوبر 2010. ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المنطقة المذكورة إلى مراجعتها يومي الأحد والاثنين المقبلين، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة. وأوضحت أن بطاقات الاحتياط ستوزع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مبينة أنه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص. ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماءهم ضمن هذا الكشف إلى مراجعة المؤسسة الثلاثاء المقبل، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط. ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.